السلام عليكم، مش لكم الاسطير. اليوم جبنا لكم فيديو جديد جلتش اسطوري، كيف تجيبوا اكس بي لنهائي اكس بي، يعني 100,000 اكس بي بتنزلوا بالجيم بتحصلوا عليه. اللي حابب يشوف الفيديو اسطير ليتسكو مشاهده متعه، ما تنسون بلايك تعليق حلو وتابعوا الفيديو. شوفوا يا اسطير، لازم ننزل بهذا الطور. شوفوا هذا الطور تبع السكين تبع نيمار، لازم ندخل على هذا الطور. شوفوا من هذا الطور بتحصلوا 100,000 اكس بي كل ساعة بتدخلوا عليه لهذا الجيم، يعني كل ساعة بتاخدوا 100,000 اكس بي بدون ما تلعبوا بدون ما تسوي شيء. شوفوا يا اسطير كيف رح نحصل 100,000 اكس بي هلا. شوفوا يا اسطير، اول شيء يعني كل 15 دقيقة يمكن بتحصلوا. شوفوا الوقت حاليا 59 دقيقة، يعني لسه. شوفوا هلا عم نستنى شوي، شوفوا هلا قديش الوقت رح يكون. شوفوا يا اسطير الوقت، ركزوا على الوقت، يعني كل 15 دقيقة بتاخدوا 25,000 اكس بي، يعني جليتش اسطوري. يعني يا اسطير يعني لحقوا حالكم وعملوا الجليتش هذا عشان تحصلوا وتلفلوا دغري، يعني تركوا اللعبة وتلفلوا تلقائيا. شوفوا يا اسطير قديش الوقت، 46 دقيقة حاليا. شوفوا رح نستنى شوي، يعني تقريبا شغلت شي 44 دقيقة بتاخدوا 25,000 اكس بي. شوفوا يا اسطير، انا رفعت تيرا واحد من ورا بس من مرة هذا الجلتش، يعني تيرا واحد، يعني اخذت 100,000 اكس بي حصلت على هذا شو اسمه هذا الجلتش. شوف يا اسطير هلا كيف حصلنا 25,000 اكس بي بدون ما عملنا شيء. شوف قديش وقت، 44 دقيقة تقريبا. شوف يا اسطير حرجع كمان اخذ 25,000 اكس بي بهذا الجيم، يعني بتلفلوا وانتم مرتاحين بهذا الطور. واذا بدكم فيكم تحسنوا الايم تبعكم بهذا الطور كمان، يعني ما بقى شيء الطور حلو الطور، اللي حابب يلعب الطور. شوي قصير رح نرجع نحصل كمان 25,000 اكس بي. بس طلعوا على الوقت، اهم شي طلعوا على الوقت، طلعوا على الوقت قديش الوقت مشان ما شو اسمه تخربطوا. هو يمكن كل 15 دقيقة كل 20 دقيقة بتاخدوا 25,000 اكس بي، يعني بتلعبوا بهذا الطور اريح لكم، يعني ساعة واحدة بتاخذوا لكم 100,000 اكس بي. شوف قديش الوقت هلا، 31 دقيقة، يعني ضاضر بالجيم 31 دقيقة لحتى يخلص الطور. شوف كيف راح نحصل من ورا هذا الشي 25,000 اكس بي كمان، يعني بيطلعوا هنا الاجماليات تقريبا بيطلعوا شي 75,000 100,000 اكس بي. شوف يا اسطير راح نحصل هلا 25,000 اكس بي مرة تانية، بصيروا قديش 50، يعني تقريبا يعني بيطلعوا شي 100,000. يا اسطير اللي ما حط لايك حط لنا لايك، حط لنا تعليق حلو، واللي جرب الجليتش هذا واشتغل معه يكتب لي بالتعليق يا اسطير، اكتبوا لي يا اسطير بالتعليق اللي جرب الجليتش واشتغل معه. شوف يا اسطير عم نستنى حتى يعطونا هلا 25,000 اكس بي. شوف يا اسطير كيف رح ناخذ هلا 25,000 اكس بي، يعني بصراحه الطور حلو وبتلفلوا من هذا الطريق. يعني شوف صرنا 82 تيرا، صرت انا من ورا يعني رفعت تيرا واحد من هذا الطور. يا اسطير هذا هو كان الجلتش وهذا هو كان الفيديو. اذا عجبكم يا اسطير ما تنسونا بلايك بتعليق حلو، وما تنسوا الكود لايتم شوب سوم 9393، وان شاء الله بنشوفكم فيديوهات تانية. وهلا بنشوفكم بخير وتضلوا بخير، والسلام عليكم. Thank you.